طبعا البرج عرفت دائما بأنها تجتهد في أن تكون عاصمة واسعة للصناعة، الصناعات الجديدة أيضا يعني الإلكترونيك وغيرها، وحققت نجاحات كبيرة وواسعة، وصلت إلى حد يعني تصدير المنتجات إلى الخارج. هذا مكسب كبير لهذه الولاية، ومكن من استحداث مناصب شغل يعني واسعة، وحقق أيضا خطوة كبيرة في تطوير المجال الصناعي. صحيح هناك أشياء تراكمت في السنوات الأخيرة، طبعا أنا من في البرنامج اللي وضعته الأساس هو لابد من تحسين بيئة الاستثمار، هو تبسيط إمكانية الحصول على العقار اللي يمكن المستثمر من أن ينشئ المشروع تاعه ويجسد المشروع تاعه، وهذا رهان كبير بالنسبة لنا، لأننا نريد أن يكون رهان اقتصادي بالدرجة الأولى لتمكين الآلاف من الشباب من الحصول على مناصب شغل، ولتنويع أيضا المنتجات نتاعنا والتفكير في التصدير. إذن ولاية البرج مؤهلة لهذا. لهذا فكل الإشكالات القائمة سواء في المنطقة الصناعية أو في أي مكان آخر، هذه إن شاء الله في حالة انتخابي سنعمل على تذليل الصعاب وعلى تبسيطها وعلى التسريع أيضا في وتيرة إنجاز هذه المشاريع. الأمر لا يجب أن يعني يعطل الآلة الاقتصادية في هذه الولاية، يعني أن يكون فيه تكامل بين سكان هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة في النهاية في السبعينات كانوا ولاية واحدة، ولكن مع مرور الوقت الآن نشوف الآن حتى في التقسيم الجديد هي رأس الواد أصبحت ولاية منتدبة، وممكن يبقى الأمر مفتوح إلى مناطق أخرى اللي ممكن تستفيد من هذا يعني الامتياز اللي يمكن في تقسيم الإقليم وتطوير بعض المناطق وتنميتها. إذن هذه مسألة، إذن المناطق في هذه يقدروا يعملوا مشاريع مشتركة مع بعض، مشاريع مشتركة، لأن المسألة ما لازمش نحصرها في قال ولاية كل واحدة ولاية تعمل مستقلة، لا، الولايات يمكن أنها تعمل بالتكامل فيما بينها إذا كانت هناك يعني خاصة الخصوصية نتاعها أنها متشابهة في المجال الزراعي ولا في مجال حتى التنمية الجبلية، مهمة جدا أيضا يمكن إقامة مشاريع جبلية. احنا رانا نفكر أيضا في استحداث ممكن حتى صندوق خاص بالتنمية الجبلية في هذا المجال. الرسالة لهم وأنا نعرف أنهم دائما مساهمين في خاصة في الجانب الثقافي، هذه منطقة لها قيمتها التاريخية ولها قيمتها الثقافية، إذا أنا أرجو من أبنائها واللي نعرفهم أنا أيضا أنهم يضعوا الثقة دائما في أنفسهم في أنهم قادرين يقدموا قيمة مضافة في هذا المجال، في المجال الثقافي خاصة، لأننا بحاجة أن يكون إشعاع ثقافي كبير في هذه الولايات باستحداث مبادرات ومشاريع ثقافية. إن شاء الله إذا كتب ربي وكنا على ونلنا هذه الثقة لن نحرم أصحاب المبادرات الجادة من الدعم الذي يليق